بالتأكيد مثل هذه العمليات هي شبيهة بالعمليات التي يقوم بها داعش في ليبيا أو حتى في العراق أو في سوريا أو في أي بقعة في الأرض. هذه من ضمن أساليب الترهيب وتركيع المواطنين حتى لا يكون هنالك أي محاولة للإفلات من قبضة من يسيطر على الوضع. الآن قائد عملية الكرامة سيطر على المنطقة الشرقية بقوة الإرهاب، بقوة القتل، بقوة القمع، بقوة الاعتقال، بقوة أو بصناعة الخوف. حقيقة هو استطاع أن يصنع الخوف في قلوب ونفوس أهالي المنطقة الشرقية، ولذلك نجد الكثيرين منهم، ولا أقول كلهم ولكن كثيرين منهم، أصبحت هنالك حالة من الخوف تسلطت على عقولهم وعلى قلوبهم، فلم يعدوا يروا الحرية أو ملامح الحرية تلوح في القريب. لذلك هذه الأساليب هي أساليب القمع التي استخدمها داعش، من قتل، من قطع الرؤوس، من الترهيب، من الاعتقال، حتى يستطيع أن يركع أهالي المنطقة الشرقية ولا يخرج أحد عن سلطته. أيضا تأتي عملية الاغتيال في المنطقة الشرقية في إطار أيضا التصفيات الداخلية أو الصراعات الداخلية ما بين المجموعات المسلحة التي نشئت من خلال عملية الكرامة على مدار الأربع أعوام الماضية.